ظاهرة العنف الأسري ازدادت بفعل يعني جملة من العوامل، بالتأكيد أهم يعني الفقر والبطالة والعجز المادي والتفكك الأسري أيضا له دور كبير، وكذلك جملة أخرى من القضايا المواقع التواصل الاجتماعي، حالات الطلاق، الزواج المبكر، هذه كلها انجمعت وولدت لنا هذه الأفعال المشينة والبعيدة عن أخلاقنا وعاداتنا وقيمنا. اليوم بدنا نشوف يعني لا يكاد يمر يوم دون أن نسجل الشرطة المجتمعية ومديرية العنف الأسري والمؤسسات الأخرى حالات من التعنيف، سواء تعنيف الأطفال أو الزوجة أو حتى الزوج، وكثير من الحالات يعني اللي غريبة. أيضا يعني احنا نعزوه أيضا لموضوع الكبسلة والمخدرات، أيضا لها دور بازدياد حالات التعنيف، وهذه بالتأكيد يعني لابد من معالجتها من خلال الأسرة، من خلال مؤسسات الضبط الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة بهذه المعالجات، بالإضافة إلى مؤسساتنا الشرطة المجتمعية، مديرية المكافحة حماية الأسرة من العنف الأسري، وشرطة الأحداث، والمؤسسات الأمنية. أيضا الأسرة لها دور كبير بمعالجة بالحد من هذه الحالة، منعها من خلال الاهتمام بالتربية الصحيحة. وأيضا يعني اليوم سيدي لو تحدثنا هنا يعني قانون التعامل يعني بشكل مباشر مع هذه القضايا، هل يعني الشرطة المجتمعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة حالة العنف الأسري؟ الشرطة المجتمعية تتابع حالات العنف الأسري وعملها وقائي استباقي، وأيضا نعمل مع المديرية المعنية، مديرية حماية الأسرة من العنف الأسري، وأيضا في حال حالات التعنيف أو الإيذاء إذا كانت من غير العائلة، شرطة الأحداث أيضا تدخل بحماية الأحداث الأطفال، وهذه المؤسسات تعمل جنبا إلى جنب من أجل حماية الطفل من العنف، سواء الأسري أو مع المحيط العايش به. نعم، طيب كم عدد الحالات المسجلة تقريبا في قضايا العنف يعني التي سجلتموها بآخر أشهر؟ صراحة يعني الازدياد، هناك حالات يعني تزداد، يعني عشرات الحالات، لا يكاد يمر يوم دون أن نسجل حالة تعنيف. بعض الحالات سيدي البسيطة تحلها الشرطة المجتمعية. نعم سيادة العميد، يعني نستفيد من وجود حضرتك معنا. الطفل القاصر حين يتعرض للعنف الأسري لا يمكنه اللجوء إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى، هنا كيف يمكن الوصول إلى هذه الفئة المعنفة؟ هل هناك خطط لتغيير إجراءاتكم للتوصل إلى مثل هذه الحالات؟ نعم، احنا ندعو الكل معني بتبليغ عن هذه، سواء اقارب الطفل او الجيران. نعم. او كل يتم التبليغ عن هكذا حالات، ومديرية حماية الأسرة تتحرك وتستحصل موافقة القاضي وتتحرك على الشخص. طيب سيادة العميد، يعني وخاصة بعد القضية الأخيرة للطفل المعنف وما شاهدناه من الآونة الأخيرة خاصة فيما يخص التعنيف للأطفال، يعني بعد هذا كل ما جرى ما هو إجراءاتكم القادمة؟ أكيد يعني ستشددون من إجراءاتكم بعد الذي يحدث في العراق من تعنيف للأطفال خاصة. صراحة يعني جهود الشرطة المجتمعية يعني جهود جبارة وكبيرة. نعم. ويعني لاحظها القاصي والداني، اليوم بدنا نشتغل فعلا فعلا منع حصول الجريمة. احنا لا ننتظر ان تحصل هكذا جرائم ونقوم نعالجها. نعم. احنا عملنا وقائي استباقي علاجي وايضا علاجي، لكن نعمل مع باقي المؤسسات الأمنية الأخرى من زيادة الوعي الوقائي، زيادة الوعي بأهمية الأسرة، بضرورة الابتعاد عن حالات العنف، معالجة هذه الأسباب اللي ذكرناها كلها من خلال يعني عملنا مع كل الوزارات المعنية، وزارة عمل شؤون المجتمعية، وزارة الصحة، وزارة التربية، كل حتى الإعلام له دور كبير يعني احنا بمجال الوقاية من هذه الأعمال التعنيف بحق الأطفال بحق الطفولة، ونعمل مع كل هذه المؤسسات من أجل أن نحد من هذه الظاهرة.